بسم الله، السلام عليكم. شفت المقابلة من كيما ما كانتش سهلة، وإن كانت تعطات تاع الوداد كان عليهم إنه يفوزوا. احنا الحمد لله احنا ركزنا مليح لهذه المباراة، الحمد لله على هذا الفوز اللي ما كان سهل. ناديوه الجمهور تاعنا اللي كان غايب ونشكرهم بزاف، الحمد لله. جماهير كتسأل يسري، واش يسري غيبقى مع الفريق ولا لا؟ والله ما نكذبش عليك، هذا الشيء غيبقى بين الإدارة. يسري مرتاح في الرجاء بيان سي. يسري الديربي بدون جمهور كيفاش جا؟ ما خص الطعم هذاك ديال الجمهور اللي افتقدناه مع لنا شحال. ان شاء الله غيكونوا في المباريات الجايه ان شاء الله. يسري في هذا العام الموسم هذا يسري بالارقام ديالو كبيره بزاف، اليوم كنت ديسيزيف في هذا الماتش. شنو كيشكل لك الديربي الموسم ماركي شي واحد الباس ديسيزيف؟ الديربي غيكون عنده طعم خاص بيان سي، غتفرح كي تماركي ولا غدير كي تقول باس ديسيزيف. الحمد لله نشكر الله اللي وفقنا على اليوم وفزنا بهذه المباراه. تقدموا. كنبغي نشكر الفريق كامل، هذا الشيء تاثر علينا بواحد المجهودات اللي كنخدموا في التدريب، مازال ما درنا والو. ديربي له طعم خاص ولكن مازال ما درنا والو، باقي 16 ماتش في البطوله ومازال ان شاء الله نزيدوا نخدموا. مبارك شناك انك شفتي رسميا مع الفريق وليتي كتقدم مستويات كبيره، شنو السر وراء هذا المستوى الكبير ديال مبارك هذا الموسم؟ كنبغي نشكر اللاعبين اللي كيعاونوك في التيران، كتدخل كتحس براسك انك واحد منهم ماشي جديد عليهم. وكنبغيو نشكروا الستاف التكنيك والثقه ديالو اللي عطانا. مهدي اليوم كنتو مركزين اكثر من الوداد، شفنا درتو بزاف ديال الاغلاط ولكن دغيا صحيحتهم في شوف قضيه ديال مهدي. شنو كان الحوار النقاش اللي دار في الاستيار بيناتكم؟ حاولنا نطبقوا التعليمات ديال المدرب، درنا بعض الاغلاط وخصنا نصلحوا بعض الاغلاط ان شاء الله الماتش الجاي. مبارك الديربي بدون جمهور كيفاش جاك؟ ما كرهناش يكون الجمهور، وكنتمناو ان شاء الله نسترجعوا الجماهير ديالنا ان شاء الله. شنو بغيت تقول لهم اليوم مبارك جماهير الجميع؟ كنبغيو نهديو لهم هذا الفوز هذا ان شاء الله ويبقاو مساندين طيله الموسم ان شاء الله. مادي اوكا، ومشاو لينيغوسياسيون مزيان مع العين، ومشيتو بوغ اون برولونغاسيون مع الرجاء. واش بريفيري تبقى في الرجاء ولا ترجع للعين ولا لافنيغ ديال مادي؟ المستقبل مازال قدام ان شاء الله، ومن هنا القدام يكون خير ان شاء الله. اول حاجه هذا الانتصار كنهديو للجماهير ديالنا، كنا كنتمناو ان يكونوا معنا باش نفرحوا مجموعين، ولكن عارفينهم انهم كيشجعونا من قلبهم. الحمد لله اليوم كنشكر اللاعبين على القتاليه والرجوله اليوم اللي كانوا كلشي في المستوى الكبير. ف كنتمنى ان شاء الله نزيدوا نكملوا على هذا المستوى هذا ونفرحوا الجماهير ديالنا في اخر السنه ان شاء الله. شنو الحوار اللي دار بيناتكم في الديسير في الشوط الاول؟ ما نكذبش عليك، حنا اي مباراه كنحاولوا باش نفوزوا فيها، وهاد المباراة هادي عندها خصوصيات ديالها. الكل كيعرف ان ديربي راه معروف على الصعيد العالمي، دونك ما يمكنش تخسرو. فالحمد لله اليوم درنا كل ما في الجهد ديالنا باش نربحو ونفرحو الجماهير ديالنا. الحمد لله نزيدو نشتغلو ونخدمو باش نزيدو الامام ان شاء الله. شنو بغيت تقول للجماهير اللي غادي؟ فما نكذبش عليك، يعني قلت لك كنا كنتمناو ان يكونوا حاضرين معنا باش نفرحوهم، ولكن كنهدي لهم هاد الثلاث نقاط، ومازال ان شاء الله نوعدوهم باش نزيدو نديرو ما في الجهد ديالنا باش نفرحوهم في اخر الموسم. كما قلت لك كانت الانتفاضه ديال فرق الرياض يعني في الشوط الثاني، في الشوط الاول كانت واحد التراجع. واش التخوف هذا من ضغط الديربي ولا شنو؟ لا ما كانش تخوف، بالعكس الى اللي شاهد الجميع في الشوط الاول كنا مسيطرين على المباراه. يعني في الشوط الاول كنا مسيطرين، استحوذنا على الكره مزيان، ما جاونا فرص ما استطعناش نسجلهم، ولكن الشوط الثاني ان تكلمنا بعضياتنا ومع الستاف بيان سور وهضرنا باش نزيدوا عندهم ونسجلوا، وهذاك الشيء اللي تاثر لنا الحمد لله، وهنيئا لنا بهذا الفوز. شكرا. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.